وجهت عائلة نجم كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا اتهاما بالقتل غير المتعمد لطبيب مارادونا بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأرجنتينية. وذكرت صحيفة باخينا 12 الأرجنتينية أن سبب وفاة مارادونا كان تناوله أحد العقارات المهدئة، ما أدى إلى حدوث غيبوبة دوائية، بينما صرح أحد أقارب مارادونا بأن الأخير تناول الكثير من الكحول خلال اليوم ذاته. وكانت محكمة أرجنتينية أمرت بتفتيش منزل وعيادة طبيب النجم الراحل دييغو مارادونا للوقوف على الملابسات المحيطة بوفاة أسطورة كرة القدم.